المشيخه ديال تيغدوين اللي تتكون من 23 دوار وما يقارب 4000 نسمه. وهذا المستوصف قلنا زعما ملي تبنى راه غادي ينقص من واحد العدد ديال المعاناه ديال الصحيه باش يخفف على الناس المتاعب من هنا للمره لتيغدوين لتورين لمراكش. الساعه توقف كان فيه ممرض دابا شي 13 سنه هذه باش توقف. هاد 13 سنه راه الناس كتعاني من المشاكل، جميع الحالات راه تنعانيو منها الساكنه هنا من خلال الاغلاق ديال هذا المستوصف الصحي ديال تيلوزين. هذا هو مستوصف الصحي ديال تيلوزين. بحال دابا النساء الحوامل كتجي شي مره في الليل كيجيها تبغي تولد، ايوا ملي ما كانتش كاع لا بيلانس راه تيهزو على النعش من هنا لتيغدوين، من تيغدوين ليدوري من يدوري لبن طفيل في مراكش. والحالات ديال شي عقرب الى طعد شي دري ولا طاح شي واحد من شي شجره ولا طاح من شي سطاح ولا راه مشاكل، راه خصو يتهز من هنا ليتورير لمراكش. تا المركز الصحي ديال تيغدوين، المركز الصحي الوحيد اللي في تيغدوين اللي عنده خمسه المشيخات منها، تينزل لوطاي تينزل الجبال الزات يتوكس تي تيغدوين، راه تا هو تيعاني من نقص كل شيء، ما فيه حتى حاجه. يلاه البنايه اللي كاينه تما لا توليد لا حتى شي حاجه، اللي مشيتي ليها تما تيقول لك راه ما عندناش. كتوجه الساكنه ديال المشيخه ديال تيغدوين واحد النداء الى سيدنا نصره الله، هو اللي تنطلبوا منه باش يتدخل في هذا المشكل ديالنا. وما راه المسؤولين لا المحليين ولا الاقليميين ولا الجهويين ولا ديال على الصعيد الوطني راه ما داروا شيء. راه راسلنا وعاود راسلنا وكتبنا وعاودنا كتبنا، راه ما كاين شيء. عندنا واحد المشكل اللي هو الوالده ديالي اللي عضها الحنش نهار 6/7/2019 والاسعاف ما استجبتش لينا، درنا الاستنجاد للنقل الخاص هو اللي نقل الوالده ديالي. والمصيبه العظمى ان لقينا المستشفى ديال تيغدوين اللي هو المركز الصحي ديال تيغدوين لقيناه مسدود بالليل. ودابا الله يجازيكم بخير راه كنادي المسؤولين، راه بغينا يدخلوا عاجلا يوضع الحد لهذا القرار الغير لائق. والله يجازيكم بخير، مع العلم انه ماشي الوالده ديالي هي الاولى، راه كاينين حالات عده. كنادوا المسؤولين الله يجازيكم بخير دخلوا، راه حنا كنموتوا، راه حنا كنموتوا في تيغدوين. الله يجازيكم بخير عتقونا، المهم الحق ديالنا في الصحه في تيغدوين مون عديم. الله يجازيكم بخير المسؤولين عتقونا، شوفوا فينا في نظره الرحمه، شوفوا في الصبيان اللي كيموتوا في الكرش ديال امهم. عندنا حالات، عندنا النساء ديال الولاده، عندنا الناس اللي كيمرضوا عادي ما كيلقاوش داك الشيء اللي خصو يتلقى لهم ولو العلاجات الاوليه في المستشفى ديال تيغدوين. المستشفى ديال تيغدوين صوري وليس حقيقي، الا دخلتي ليه كتلقى دار الولاده، كتلقى ما قبل الولاده، كتلقى جميع التخصص، جميع المسائل اللي محتاجه، ولكن في الواقع ما كاينينش. يعني حنا عندنا هنا 25 دوار تقريبا، كل دوار يعني تكون فيه 312 412، يعني محروم من الصحه. دابا الانسان الا ضربته عقربه فين غادي يمشي؟ غادي يمشي من هنا لاربعه ما غاديش يوصل حتى يموت. يعني عندنا العيالات الا بغاو يولدوا يعني تيمشيو من هنا لتيغدوين ولا اي تورير، يعني ما كايناش شي واحد الرعايه الطبيه يعني باش يعني هذاك الولد نطلو على الصحه ديالو كي دايره. ويعني ويلا بغاو يولدوا يعني كيمشيو من هنا كيتهزوا في الاخطاف ولا كيتهزوا يعني في اي حاجه، يعني ربما في النعاش، ربما يعني كيمشيو يعني كيتعذبوا من هنا حتى لتما عادي يولدوا. علاش حنا يعني ما يخدمش هذا المستوصف هذا؟ يعني العيالات يولدوا غير هنايا وما بقاوش يعني يجروا حتى ليتوري تعذب المراه من هنايا ليتوري باش تولد. وبواحد النقطه اخرى غادي ندوي عليها هو الحناش والعقرب. دابا كاين واحد النوع من الحناش دابا الا ضربك من هنا لساعتين ما تعالجتيش راه غادي تموت. وكاينين دابا العقارب دابا غير شي دري تيلعبوا الدراري على برا هنا، وكاينين يعني هاك عارف الحاله هنا كي دايره جبلوا داك الشيء، الا ضربوا غير الا ضرباتو غير العقربه كيفاش فين غادي تعالج؟ راه ما غادي يوصل حتى يموت. بالنسبه لتيغدوين الا بغينا نهضروا على راهين قطاع الصحه في تيغدوين، كنسجلوا انه هاد القطاع او المرافق اللي فيه لا ترقى لمستوى حاجيات الساكنه بكل وضوح وبكل مسؤوليه. السؤال اللي كيطرح هنا ما موقع الجماعه، شنو هو ما موقع الجماعه في هذا القطاع؟ بالنسبه اللي خصنا نعرفوا ونسجلوا انه قطاع الصحه ما دخلش في الاختصاصات المباشره ديال الجماعه، ماشي غير جماعه تيغدوين، الجماعات بصفه عامه، ولكن يمكن تخدم فيه
بشراكه مع القطاعات الوصيه، مع القطاع، مع المؤسسه الوصيه عليه. بالنسبه اش نجزات الجامعه في هذا القطاع اللي كنسجلوا في هذه النقطه، هي انه كانت الجامعه في واحد القطاع صلحت هذاك المستوصف ديال يتعشى، دارت الاصلاحات على اساس انه باش يشتغل، ولكن ما اشتغلش وداك الشيء مشى ما تستغلش. ذاك العام في اطار الخطاب ديال صاحب الجلاله في عيد العرش اللي ركز انها الاولويه تعطى لواحد اربعه القطاعات من بينهم الصحه، الجامعات تفاعلت مع هذا التوجه وسنت اتفاقيه مع القطاع في هذا الاتجاه على اساس انه باش تبلو واحد الشراكه مع جميع المتدخلين في قطاع الصحه. وفي دوره اكتوبر، هادشي كان في دوره اكتوبر ديال 2018، ورصدت واحد 100,000 درهم اللي بقات باقي ما تستعملهاش باش يمكن تساهم بها. بكل وضوح الجامعه ما يمكنش ليها انها تحمل المسؤوليه في هذا القطاع بوحدها، لان قطاع اللي كي قلت اللي مسؤول عليه هي الوزاره، لان الميزانيه الجامعه ماشي، والحاجيات والاولويات اللي كاينه كبيره على انها هي يمكن تحمل هذا القطاع. واحد المسألة أخرى نسيت، أنه الجامعة راه دايرة الشركة مع دار الأمومة في التوامة وتتخلص واحد المساهمة سنوية، دايرة من خارطة حتى في المكتب الصحي في تورير تتخلص المساهمة. حاليا خدات واحد دو زومبيلونس، دونك وحده كانت خدامه وحده، كاين مطروح مشكل ديال الموارد البشريه في الجامعه، لان هذا التدبير ديال هذه زومبيلونس تطرح اشكاليه. كي قلت كاين واحد المجهود، ولكن كي قلت قبيله الحاجيات ديال الناس في هذا القطاع كبيره، لان الى بينا نهضروا كي قلت المنطقه ديال تغدوين خصها هذاك المستوصف، خصو مستوصف مزيان من ناحيه البنايه، ولكن خصو اليوم تجهيزات السكانير الى غير ذلك، خصو الموارد البشريه اطباء، ولماذا انه ما يكونش بعض التخصصات في هذيك المنطقه اللي خلقها اشكاليه، لان هذا هو من هذا المنبر انا كننادي الوزاره انها تدخل في هذا الاتجاه. هذوك المراكز تاعهم خصهم يخدموا، علاش خصهم يخدموا؟ لان عندهم واحد الاهميه كبيره. نقول لك علاش، لان اليوم هذوك المراكز غيلعبوا واحد الدور في تقديم العلاجات الاوليه للناس، وهي اللي مهمه نظرا لبعد المستوصف اللي كاين في المركز ديال تغدوين من مجموعه الجماعات، من الزات، من تينزل الجبال، من واحد البلايص بعيد، والناس كتعرض لحوايج اللي هي تتكون عاجله. دونك هذوك المستوصفات غيلعبوا واحد الدور مهم ان غيقربوا في العلاجات الاوليه ويكونوا قراب من الناس، سورتو في فصل الشتاء فاش يكون الثلج والفيضانات. هذيك تغدوين منطقه اللي هي جبليه، وبالنسبه للقطاع انا ماشي كنقول راه الوزاره ما خدامش، ولكن هذا القطاع خصها تعطي اهميه، وفي تغدوين خصها تعطي اهميه، لان الناس كلهم كي قلت لك هذاك الشيء اللي كاين ما وصلش انه يلبي الحاجيات ديال الناس. بكل وضوح الناس ملي تخصها شي حاجه كتنزل مراكش، كتنزل تورير. دونك من هذا المنبر كنطلب من الوزاره انها تدخل في انها تجهز هذوك المراكز يخدموا. علاش غيبقاو تماك هذاك الضياع، وفي نفس الوقت تحاول تجهز وتجيب موارد بشريه للمركز، للسونتر اللي كاين في المركز. ما تنساش تابونا في لاشين وتاكتيفي الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.